بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة الثالثة في جزء الريتيننج وول اللي هنشرح فيه إن شاء الله الإيرث بريشر، الضغط الجانبي للتربة. هنبدأ إن شاء الله مع بعض. أولاً، هو إيه الضغط الجانبي للتربة؟ أو أنا بستفيد بيه إيه؟ أنا مش قلت إن أنا بصمم ريتيننج وول، حيطة ساندة للتربة؟ تمام. انا ايه اللي خلاني اصممها ليه؟ لان التربه دي بتعمل ضغط على الحيطه، عايزه توقع الحيطه بتاعتي. طيب الضغط ده قيمته قد ايه؟ ده اللي هنتعرض ليه ان شاء الله في المحاضره ديت. هنتكلم النهارده ان شاء الله في المحاضره عن انواع الريتيننج ستراكشر، مراجعه سريعه عليها، ويعني الإيرث بريشر ات ريست و ات اكتيف و ات باسيف، تبع لنظرية رانكين وكول. أنواع المنشآت الساندة زي ما اتكلمنا قبل كده، في الريتيننج وول، في طبعا الجرافيتي وول اللي هي بتعتمد في الأول والآخر على وزنها، سواء كانت من الخرسانة العادية أو كانت من الجرافيل أو كانت من المباني الطوب. تاني حاجة عندنا الكانتريفر ريتيننج وول، سواء كان على شكل تي كده او ال، ودي بتعتمد على التسليح ووزن التربة اللي فوق هنا كده بحيث يعمل استابيليتي. في انواع تانية اتكلمنا عليها زي الخوازيق والشيت بايل وول، الدايفرام وول، السيكنت بايل، وهكذا. ايه هي انواع الايرث بريشر؟ أنواع الضغط الجانبي للتربة ثلاث أنواع، في نوع at rest، وفي active earth pressure، وفي passive earth pressure. أول نوع هنتكلم عنه اللي هو at rest earth، at rest earth pressure اللي هو ضغط التربة عند السكون. معناها إيه؟ معناها إن التربة واقفة في مكانها، لا بتتحرك ناحية الحيطة ولا بتتحرك بعيد عن الحيطة، تمام؟ فالتربة واقفة في مكانها، كما لو كان، لو أنا عندي في التربة دي موجود بايل كده، هل البايل بيتحرك يمين أو شمال؟ لا، هو ساكن في مكانه، تمام؟ فضغط التربة هنا هو ضغط التربة مين؟ من الناحية التانية. اللي بيعبر عن ضغط التربة في حالة السكون اللي هو at rest earth pressure معامل اسمه كينود. كينود at rest earth pressure coefficient، وده بيساوي 1 ناقص ساين فاي، 1 ناقص ساين فاي، حيث فاي ده الفريكشن انجل، حيث فاي هو الفريكشن انجل. لو بصينا على مسألة بالشكل ده كده، لو انا عايز ارسم الايرث بريشر هنا، ف قيمة الإيرث بريشر فوق طبعا هنا بصفر، مفيش أي أحمال ولا في أي سيرتشارج. تحت هنا القيمة بكام؟ قيمة السيجما فيرتيكال هتساوي إيه؟ جاما في الإتش، جاما في الإيه؟ في الإتش. طيب ده السيجما فيرتيكال، طب السيجما هوريزونتال اللي هو الضغط الجانبي للتربة هيساوي إيه؟ هيساوي السيجما في الإتش ديت، بس هنضربها في معامل اسمه الكينود، يبقى هتساوي إيه؟ كينود في الجاما في الاتش. البي نود اللي هو الفورس اللي عندي هنا، هحسبها ازاي الفورس؟ الفورس هنا ده مثلث، هتبقى المساحه بتاعته هتساوي نص طول القاعده في الارتفاع، هتساوي كام؟ نص في كينود في الجاما في الاتش، في الاتش تاني هتبقى نص جاما اتش تربيع كينود، ومحصله المثلث بتأثر في التلت من القاعدة، في تلت من القاعدة لو ده h هتأثر على بعد h على 3. لو عندي water، لو عندي water في الحالة هنا ما كانش فيه أي مية، فما كانش عندي مشكلة. طب المية هتعمل لي ولا أي حاجة؟ خلينا مع بعض، المية هتعمل لي لوحدها water pressure لوحده كده، وادي الايرث بريشر زي ما هو، زي ما هو، بس هيفرق حاجة واحدة، هيفرق حاجة واحدة اللي هي ايه؟ اني لو انا بحسب الايرث بريشر هنا هتبقى ايه؟ هتساوي الكي نود في الجاما في الاتش، اتش ايه؟ اتش دبليو اللي هي هنا،
اتش دبليو دي يعني مش اتش ووتر، هو الرمز هنا كده في الرسم، يبقى نص، يبقى كي نود في الجاما في اتش دبليو. طيب، طب هنا بقى القيمة بكام؟ هتبقى القيمة هتساوي كام؟ هتساوي الحتة ديت اللي هي كي نود في الجاما في الاتش دبليو زائد الحتة اللي ايه؟ اللي تحت دهيت وزن التربة اللي هو هنا كده، اللي هو هيساوي كام؟ هيساوي كي نود في الجاما في الحتة دي طولها كام؟ اتش ناقص اتش دبليو. طيب بس في فرق بسيط، فرق بسيط اللي هو ايه؟ ان انا هنا ما ضربتش في الجاما، الجاما اللي عندي، انا ضربت في الجاما سبميرجد، والجاما سبميرجد دي يا شباب بتساوي الجاما ساتوريتد ناقص الجاما ووتر. الجاما سبميرجد هتساوي الجاما ساتوريتد ناقص الجاما ووتر. طب الجاما ووتر بكام؟ الجاما ووتر بواحد جرام على السنتيمتر مكعب، او بواحد طن على المتر مكعب، او بعشرة كيلو نيوتن لكل متر مكعب. تمام، يبقى هنا قيمة الايرث بريشر هنا هتساوي ايه؟ هتساوي كي نود في الجاما في اتش دبليو زائد كي نود في الجاما سبمرجد في اتش ناقص اتش دبليو. طيب الووتر بريشر وزن عمود المية، جاما في الاتش بتاعت المية، الجاما ووتر في اتش بتاعت المية، المية ارتفاعها قد ايه؟ المية ارتفاعها من هنا لحد هنا اللي هو ايه؟ اتش ناقص اتش دبليو، اتش ناقص اتش دبليو. لو خدنا مسألة بيديني ان الفاي عندي دي 20 درجة، والرسمة بالشكل ده، حيطة ارتفاعها 5 متر، و سي بصفر، والفاي قلت زي ما قلنا ب 20 درجة، والجاما ب 16 كيلو متر لكل متر مكعب، ومفيش مية عندي. هنحلها ازاي؟ أول حاجة هنقول إن الكينود هتساوي واحد ناقص ساين فاي، واحد ناقص ساين الفاي ب 20 درجة، هتبقى هتساوي كام؟ 0.65، 65%. طيب عند الاتش بتساوي صفر، يعني فوق هنا سيجما نود هتساوي كام؟ هتساوي صفر. طيب عند اتش هتساوي 5 متر اللي هو تحت هنا، يبقى سيجما نود هتساوي ايه؟ هتساوي الكي نود في الجاما في الاتش. كي نود بكام؟ ب 0.65، في الجاما بكام؟ ب 16، في الاتش ب 5 متر، يبقى هتساوي كام؟ 52 كيلو نيوتن، كيلو نيوتن لكل متر مربع. طيب لو انا ادي ده القيمه هنا كام؟ 52، هتبقى البي نود بكام؟ نص في 52 في الارتفاع ده اللي هو 5، تبقى 2.5 في 52 اللي هي بكام؟ ب 130 كيلو نيوتن لكل متر ران. الموقع بتاع البي نود هتبقى اتش على 3، يبقى 5 هنا على 3 اللي هي 1.66 متر. طيب يعني ايه اكتف ويعني ايه باسف؟ يعني ايه اكتف ويعني ايه باسف؟ لما الحيطة عندك، يعني لو ده ريتيننج وول ودي الموقع المحفور هنا كده، الحيطة عايز الأرض اللي هنا عايزة توقع الحيطة في الاتجاه ده، فحركة لما تلاقي الحيطة الجزء اللي الحيطة فيه بتتحرك بعيد عن السويل، يبقى الجزء ده أكتف. أكتف إيه؟ الجزء ده نقول عليه أكتف. يعني إيه أكتف؟ يعني التربة فيه بيحصل فيها زي تنشن، زي تنشن كده. طيب الجزء اللي الحيطه فيه بتضغط على التربه، يعني هنا الحيطه هنا بتضغط على التربه من تحت كده، فالجزء ده بنسميه باسيف. فالباسيف يعني لما الحيطه تضغط على التربه، لما الحيطه تضغط على التربه يعني بتتحرك ناحيتها. طب الاكتيف لما الحيطه بتتحرك بعيد عن التربه، يعني بتعمل تنشن في السويل. الشكل ده ايه الخلاصه بتاعتي؟ الخلاصه بتاعتي ان الكي نود زي ما قلنا ان هي بتساوي 1 ناقص الساين فاي، القيمه بتاعتها اكبر من الكي اكتف واقل من الكي باسف. فالكي باسف عندي، الكي باسف دي اكبر قيمه، بتبقى اكبر من الكي نود، والكي نود اكبر من الكي اكتف. دي اتريست يعني طرق في حاله استابيليتي، الحيطه واقفه في مكانها، لا في ضغط ولا في شد. طب هنا الحته دي حصل فيها اكتف، التربه الحيطه عايزه تتحرك بعيد عن التربه، فيحصل ايه؟ اكتف. طب الحته دي الحيطه اتحرك كده في الاتجاه ده، فبتعمل ضغط على التربه، فيبقى باسيف ايرث بريشر. اللي عايز اقوله كمان، اللي عايز اقوله ان علشان يحصل باسيف، يعني في نفس الرسمه دهيت،
علشان يحصل دي نفس الشكل ده، علشان يحصل اكتيف انا محتاج حركة بسيطة. محتاج ايه؟ حركة بسيطة، محتاج دلتا اتش صغيرة. طيب يعني شايفين دلتا اتش حتة كده، دلتا اتش على اتش. طيب علشان يحصل باسيف محتاج حركة كبيرة، شايفين الحتة ديت اكبر طبعا من الحتة ديت. عشان كده هتلاقيني اقول لك ايه، في الاكتيف الدلتا اتش على اتش بتساوي 1/1000 لو كانت لوز، الى 4/100 لو سوفت كلي. اما هنا يقول لك كام، 1/100 في حالة اللوز و5% في حالة السوفت كلي، ده في حالة الباسف. فالباسف بيحتاج ان الحيطة تتحرك كتير قوي، تضغط كتير قوي على السويل علشان تولد الفول باسف، عشان يتولد الايه، الفول باسف. اما بمجرد حركة التربة بعيدا عن حركة الحائط بعيدا عن التربة، بيتكون تتكون شد في التربة، فبيحصل ما بنسميه بالاكتف. طيب في نظريات لحساب الباسيف والاكتف ايرث بريشر، اهمها هي نظريتين، رانكين وكول. فنبدا بنظريه رانكين. اهم حاجه في نظريه رانكين ان هو بيفترض ان الوول سموث، مفيش فريكشن بين التربه والحيط. طيب وبيفترض طبعا حاجات ان التربه ايزوتروبيك، يعني كل خواص ثابته في جميع الجهات، وبيفترض حاجات تانية كتير مش دي اللي تهمنا دلوقتي. اللي يهمني ان بيفترض ان الوول سموث، يعني دلتا بي صفر، ويفترض طبعا ان الارض هورزونتال وراء الحيطه. لو جينا لنظريه رانكين، قلنا الاكتف ان الحيطه كان واقف في الخط المقطع، اتحركت بعيد عن التربه، فعملت ايه؟ عملت اكتف ايرث بريشر. و حالة الادرس دي حالة استابيليتي، اما حالة الاكتف وحالة الباسيف دي حالات فيلير. بالشكل ده كده لو انا عايز احسب هنا الايرث بريشر، هنا كنا بنقول ايه؟ هيساوي جاما في حالة الريست، كنا بنقول ايه؟ يساوي كي نود في جاما في الاتش او الزد زي ما تكون. طيب هنا هيساوي ايه؟ يقول لك هو نفس الكلام، بس ايه اللي هيفرق عندك؟ يعني هنا نفس بتاعت الكي، نفس اللي بتاعت الايرث ريست، بس هنا كانت كي نود، بس بقى زاد ترم هنا كده اللي هو ناقص 2 في السي جذر الكي اكتف. السي ده، السي ده اللي هو الكوهيجن بتاع التربه. لو التربه بتاعتي فيها كوهيجن، فيها يعني لو كانت تربه مثلا كلي او تربه سي فاي سويل، فيها سي وفيها فاي، فهنستخدم هيبقى في قيمه للسي فهنحطها في القيمه. لو تربه ساند فالسي عندك بصفر، فيبقى عندك الجزء ده من القانون معمل. فهنا قيمة هنا هتساوي كام؟ هتساوي سيجما يعني المسألة هي تربة سي وفاي سويل، لو جيت فوق هنا عوضت هنا هتدي لك القيمة بكام؟ سيجما في داش اللي هي سيجما في داش اللي هي الجاما في الزد أو الاتش في الكي أكتف ناقص 2 سي في جذر الكي أكتف. طبعا اللي يختلف هنا عندك في كون ده السي ثابت والكي اكتف ثابت، اللي يختلف فيه هو موضعك في هو الزد بتاعتك. هنا كانت الزد بصفر، فالترم ده اتلغى، فيفضل القيمة هنا عندك كام؟ 2 سي جذر الكي اكتف بالماينس. تحت هنا القيمة تبقى بكام؟ هتبقى جاما في الاتش في الكي اكتف ناقص 2 سي جذر الكي اكتف، وهنشوف ده في أمثلة جاية. في حاجة اسمها التنشن كراك زون، يعني شايفين هنا كده الرسمة دي، الحتة دي كلها ماينس بالماينس، يعني مكان ده انت مفيش ايرث بريشر جاي عليك، ده انت حتى ما هو مش بالصفر، ده بالماينس، مفيش أي ضرر عليك. طيب العمق ده أحدده ازاي؟ يعني العمق ده أحدده ازاي؟ بنحدده بالقانون ده. لو قلنا ده التنشن كراك، الشو اللي بتشوفها في الطين، لو انت جنب أرض زراعية هتلاقي في شوك في الطين كده في الكلاي. فاحسبه ازاي؟ بنعوض عادي في القانون بتاعنا، قلنا ان الجاما في الزد كي اكتف ناقص 2 سي جذر كي اكتف، بس بحطها بصفر، بحط هنا كده بصفر السيجما اكتف، فلو حطيتها بصفر هطلع من هنا ان الزد كراكنج اللي هو الديبس اوف تنشن كراك هيساوي لما اود ده الناحيه الثانيه يبقى 2 سي جذر كي اكتف على كي اكتف، هيديني 2 سي على جاما في جذر الكي اكتف.
الجزء اللي فوق ده وانا بحل بعمل ايه؟ في ناس بتعمل حاجة من حاجتين، يعني في ناس بتقول لك لا يعني انت اهمل الجزء ده خالص وشوف القيمة بتاعتك هنا كام ووصل اللي فوق كده حط ده الصفر، وفي ناس تقول لك لا ما تعملش كده، انت الصفر بتاعك يبقى بدايته من هنا كده لان ده كله بالماينس مش معاك، مش عامل ايرث بريشر اصلا، توصل من هنا بالقيمة. ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده. طبعا اللي بيعمل كده بيسيف نفسه، اللي بيعمل كده ايه ماشي زي النظري. يعني ايه باسيف ايرث بريشر؟ زي ما قلنا الباسيف ايرث بريشر، الحيطه هنا الحيطه اتحركت ناحيه السويل فعملت ضغط على السويل. طيب نفس الكلام اللي بنقوله، هتبقى السيجما باسيف هتساوي السيجما في داش كي باسيف زائد 2 سي جذر الكي باسيف، هنا زائد هناك كانت ايه ناقص. بقى لنا حاجه، يعني ايه كي اكتيف ويعني ايه كي باسيف؟ القيمه بتاعتها بتساوي كام؟ يعني كان عارف ان انا عرفت ان الكي روت بتساوي 1 ناقص الساين فاي، طيب الكي اكتيف هتساوي كام؟ لو جينا هنا اقول لك الكي اكتيف في نظريه رانكن هتساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد الايه ساين فاي، حيث الفاي ده اللي هو الايه الفريكشن انجل. طيب لو انا عندي بس سويل فيها سويل مثلا زي الكلي فيها سي بس يعني ما فيهاش فاي، الفاي بصفر، هتبقى الكي اكتيف بتساوي الكي باسيف بتساوي 1. يبقى في مسألة زي اللي عندنا هنا كده، لو أنا عايز أحسب السيجما باسيف هنا هقول هي هتساوي الجاما في الاتش في الكي باسيف، حيث الكي باسيف هتساوي إيه؟ هتساوي 1 زائد الساين فاي على 1 ناقص الساين فاي، يعني هنا الكي أكتف 1 ناقص الساين فاي على 1 زائد الساين فاي، الكي باسيف العكس 1 زائد الساين فاي على 1 ناقص الساين فاي. نفس القانون ده اللي هو تان تربيع 45 زائد فاي على 2 فهو ايه نفس اللي الناتج اللي يطلع من هنا هو اللي يطلع من هنا. طب لو انا عندي حمل مثلا بوينت لود في المنطقه بتاعه الفيلير اللي يحصل فيها فيلير هنا، او سيرتشارج لود، هعمل ايه؟ بنضيفه لي بيعمل معايا اير بريشر، بس اختلافه عن النوع الثاني ان هو ده بيبقى ثابت مع العمق، ده مش داله في الاتش. طيب الكيرف ده او الخط ده رسمته ازاي؟ رسمناه في حاله لو كنت اكتف بيبقى الزاويه هنا، باجي من هنا كده باقي الزاويه 45 زائد فاي على 2 واجي راسم ليه الويدج بتاعت هنا، اي حمل هنا كده باخده معايا لانه بيسبب لي لانه داخل فيه الفيلير ويدج، اي حمل بره ليس معايا. طيب لو انا جيت احسب بقى هنا القيمه بتساوي كام؟ هنا بتساوي الجاما في الاتش زائد في الكي اكتف. طب الجاما في الاتش، الاتش بصفر صح؟ يبقى الجزء ده بصفر، زائد بقى هيزود جزء السيرتشارج، جزء السيرتشارج هيساوي زائد الكيو في الكي اكتف في الكي اكتف. طيب ده الجزء بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ السيرتشارج. طب لو جيت احسب هنا عند الطبقه ديت، جيت احسب هنا يبقى تساوي كام؟ هنا الاتش بكام؟ اتش واحد، هتبقى هنا هتساوي جاما اكتف كي اكتف في الجاما في الاتش واحد زائد الجزء اللي هو بتاع السيرتشارج يبقى الكيو زائد الكي اكتف. انا عند كل نقطه بحسب كل الايرث بريشر للفاي، بحسب ايه الايرث بريشر للفاي. لو جينا نحسب تحت هنا ايه اللي هيفرق معايا بقى؟ في حاجه هتفرق هنا، الكي في الكي الكيو في الكي اكتف زائد جاما في اتش واحد زائد الكي اكتف زائد اتش اتنين في جاما ايه هنا مدالك ساتوريتد، لا هنشتغل بالايه بالسبمرج. طبعا هنجيب منين السبمرج؟ هتطرح من الجاما ساتوريتد جاما ووتر هيدي لك الايه الجاما سبمرج، جاما سبمرج في ناس بتسميها الجاما داش. تبقى هنا لو خدنا الكي اكتف على مشترك هتساوي الكيو زائد الجاما اتش واحد زائد الجاما داش اللي هي الجاما سبمرج في اتش 2. طب الووتر هنا مش هيعمل ايرث بريشر؟ اه هيعمل ايرث بريشر، هيعمل ووتر بريشر، يبقى هنا القيمه بتاعته تحت بكام؟ جاما ووتر في اتش 2، جاما ووتر في اتش. لو جمعت الاثنين مع بعض هيدي لك الشكل ده. نفس الكلام هنا، ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان انا دلوقتي هشتغل باسف، فباسف تطلع من هنا زاويه كام؟ 45 ناقص فاي على 2، فتلاقي الايه الفيلير ويدج فتحت معاك.
أما الحسابات هي نفس الحسابات، اللي يفرق عندك حاجة واحدة بس، بدل الكي أكتف هتحط الكي باسف. الكي أكتف بيساوي كام؟ واحد ناقص الساين فاي على واحد زائد الساين فاي. طب الكي باسف تساوي واحد زائد الساين فاي على واحد ناقص الساين فاي. لو عندك سي فاي سويل ما فيش اختلاف، هو القانون بعوض فيه. عندي انا السيجما اكتف هتساوي ايه؟ هتساوي الكي اكتف في الكيو. لو انا عندي ست شارج، سيرت شارج، انا مش عندي هنا سيرت شارج، فالترم ده بصفر، زائد الجاما في الاتش في الكي اكتف. طب انا عندي هنا اتش لسه، ده انا فوق، انا بحسب فوق هنا، فلسه ايه؟ ما عنديش حاجه. ناقص 2 سي جذر الكي اكتف، يبقى ايه هنا القيمه؟ هتساوي ناقص 2 سي جذر الكي اكتف. طيب تحت القيمه هتساوي كام؟ هتساوي كي اكتف في الاتش في الجاما زائد كي اكتف في الكيو السيرشارج، ما فيش، فتطلع القيمه بايه؟ بصفر. ناقص ايه؟ ناقص 2 سي جذر الكي اكتف، فيطلع عندك الايه؟ الشكل بالطريقه دي. مالناش دعوه بالايه؟ وهنا مجزأة؟ لا، احنا هنشتغل عليه الشكل التوتال بتاعه. طب في حالة الباسيف ايه اللي هيفرق معايا؟ ولا أي حاجة، عوض تعويض مباشر. هنا القيمة بكام؟ قلت سيجما باسيف هتساوي كي باسيف في الجاما في الاتش. طب في اتش هنا، الاتش الارتفاع بقى بصفر، يبقى الترم ده بصفر، زائد السيرت شارج اللي هو الكيو في الجاما باسيف. في سيرت شارج هنا؟ لا، مفيش سيرت شارج. لو فيها هحط قيمة، زائد 2 سي جذر الكي باسف، يبقى القيمة هنا كام؟ 2 سي جذر الكي باسف. طيب تحت تبقى جاما في الاتش في الكي باسف، القيمة دي موجودة تمام عندي، ارتفاع اتش، زائد الكي باسف في الكيو السيرت شارج، مفيش سيرت شارج، يبقى الترم ده بصفر، زائد 2 سي جذر الكي باسف. لو انا عندي السطح مايل، سطح التربة ايه؟ سطح الحيطة نفسه مايل كده. طيب رانكن قلنا في حاجتين، رانكن لازما سطح الحيطة اللي ورا البيهايند ده بتاعها يبقى فيرتيكال وسموث. طب لو ما كانش فيرتيكال، قال لك بسيطة، تعال عليه اعمل خط كده فيرتيكال وارسم الارث بريشر عليك عادي خالص كأن الحيطة بتاعتك هنا. طيب الحتة اللي انا زودتها دي، قال لك ولا هتفرق معاك؟ هتفرق معاك في حاجة واحدة بس، ان انت هتاخد وزن السويل بتاعها تراب بس كده اللي انت بتصمم دهيت، فتفرق معاك مثلا في السلايدنج، في البيرنج كاباسيتي بتاعك، فبتاخدها كي كوزن. اما انت بترسم الارث بريشر بتاعك على الخط الرأسي. طيب لو انا شغال رانكن ولقيت سطح الأرض اللي ورايا مايل بزاوية ألفا، حيث ألفا دي زاوية ميل سطح الأرض اللي وراك، سطح الأرض اللي ورا الحيطة، الأرض اللي أنا ساندها أهي، طب هعمل إيه بقى؟ لو سطح الأرض ده عدل، كنا بنقول إن الكي أكتف هتساوي واحد ناقص الساين فاي على واحد زائد الساين فاي، والكي باسيف هتساوي واحد زائد الساين فاي على واحد ناقص. طب لو كان السطح مايل في نظرية رانكن زي ما احنا شايفين كده، قال هنعمل ايه؟ ولا اي حاجة. اللي هيفرق معاك في الحسابات قيمة الكي اكتف وقيمة الكي باسف، بدل ما كنت بحطها بواحد ناقص ساين فاي على واحد زائد ساين فاي والعكس في الكي باسف، لا، هنا قيمة الكي اكتف هتساوي كوزاين الفا، حيث الفا دي من زاوية ميل الارض، في كوزين الفا ناقص جذر كوزين تربيع الفا ناقص كوزين تربيع فاي، حيث ضاي فاي ده اللي هو ايه؟ الفريكشن انجل، على كوزين الفا زائد جذر كوزين فاي تربيع، كوزين الفا تربيع ناقص الكوزين فاي تربيع. والكي باسف مش هتساوي واحد ده على الكي اكتف، لا، هتساوي كوزين الفا في ده، بس اللي يفرق هنا ان ده ناقص، هنا يبقى موجب، ده موجب، هنا يبقى ايه؟ ناقص، وهتحل عادي. لو كان سطح الأرض مايل والحيطة مايلة، بسيط، احنا قلنا في الحيطة مايلة بنيجي ايه؟ واخدين خط رأسي. طيب ايه اللي هيفرق معايا؟ وهاخد وزن التراب ده. طب الأرض مايلة، أرض مايلة، يبقى الكي أكتف بالقانون ده اللي احنا لسه قايلينه، والكي باسف بالقانون ده. طيب في حالة نظرية، يعني هنشوف بقى ايه مثال، يعني
قبل ما نخش على الكور نشوف مثال. مثال عندي سطح الأرض عادل، يعني سطح الأرض اللي ورا الحيطة عادل، فيبقى الكي أكتف بتاعتنا 1 ناقص ساين فاي والكي باسيف 1 زائد، لأن 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، والكي باسيف هتساوي 1 زائد ساين فاي على 1 ناقص ساين فاي. مسألة زي بتاعتنا كده، نبدأ نحسب بدايتها كده. يعني احنا بنحسب ايه المناطق اللي انا بحسب فيها؟ بحسب في البداية والنهاية وعند سطح المية وعند تتابع الطبقات. يعني لو في طبقة هنا في طبقة هنا، هحسب عند بداية ونهاية الطبقات، بحسب قبل بداية الطبقة وبعد نهاية الطبقة. يعني لو افترضنا ده خط طبقة، هحسب قبليه وهحسب بعديه. طب ايه اللي هيختلف؟ في هيختلف حاجة واحدة، هيختلف قيمة الكي اكتف او الكي باسيف. تختلف في ايه؟ انا لو قلت الكي اكتف بتساوي 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي، طب السويل اللي هنا الكي اكتف بتاعتها بكام؟ بكام؟ 1 ناقص ساين 30 على 1 زائد ساين 30. طب السويل اللي هنا الكي اكتف بتاعتها بكام؟ 1 ناقص ساين فاي اللي هنا، اللي هي ب 35 على 1 زائد ساين ساين الفاي اللي هنا، اللي هي ب 35. فنحسب كي اكتف فوق هنا اللي هي 1 ناقص ساين 30 على 1 زائد ساين 30 تساوي تلت، والطبقة اللي تحت ديت زي ب 35، فهتصبح ايه؟ 0.25. نلاحظ ايه؟ نلاحظ ان كل ما الفاي بتزيد، يعني التربة بتاعتك بتبقى متماسكة وقوية، ما بتعملش ماسكة نفسها، فما بتعملش اير في بريشر عليك، ما بتضغطش عليك، هي ماسكة نفسها. نبدأ نحسب كده، عند زد بتساوي صفر، سيجما اكتب بصفر. طب زد بتساوي 1.2 هتساوي كام؟ تساوي 16.5 اللي هي الجاما في الاتش اللي هي 1.2 في الكي اكتف اللي هي بكام؟ بتلت. هنا كده انا حسبت فوق الحته دي، طب تحت الخط على طول ايه اللي هيختلف؟ هيختلف قيمه الكي اكتف. هنا كنت شغال بكي اكتف واحد، هنا اشتغل بكي اكتف. انا بس هقعد في القانون، بدل مكان التلت هحط مكانها 0.7، 0.271، فيطلع الرقم ايه؟ مختلف. قيمة السيجما اكتف هنا كده هتساوي كام؟ تساوي كي اكتف 2 في 16.5 فين 16.5؟ 16.5 في 1.2 زائد هنا انا تحت الميه، فاشتغل جاما سب ميرجد اللي هي ده جاما ووتر جاما ساتوريتد ناقص كام ووتر؟ كام ووتر ب 10 كيلو نيوتن لكل متر مكعب. تو هنا بكام؟ ب 9.2 اللي هي 19.2 ناقص 10. وانا واقف هنا فبحسب، فالكي اكتف اللي هستخدمها عند اي نقطه هي الكي اكتف بتاعت التربه اللي انا واقف فيها. بكرر، لو انا بحسب هنا يبقى الكي اكتف فوق الخط بتاع الميه ده، يبقى انا الكي اكتف هي الطبقة بتاعت الايه؟ الطبقة اللي فوق. طب لو انا هنا بتاعت الايه؟ الطبقة اللي تحت. طب لو انا بحسب عند عمق 6 متر، يبقى الكي اكتف المستخدمة هي الايه؟ كي اكتف 2 في الجاما اتش زائد الايه؟ الجاما في اتش اللي هنا. بس لاحظ ان تحت المية الجاما بتبقى سبمرجد. لو جينا نرسم الووتر بريشر تبقى كام؟ الموتر بريشر هنا 1.2 وهنا 6، تبقى كام؟ 4.8 في 10، تبقى كام؟ 48 كيلو نيوتن لكل متر. رسمنا الوتر لوحدها، جينا لو رسمنا الاكتف لوحده، لو جمعناهم على بعض هيدينا الايه؟ الشكل ده. ولو عايزين نحسب الفورس اللي مقصرة هنا، يعني مساحة الايه؟ المثلث اللي عندك ديت، مساحة المثلث اللي هنا نص 6.6 في 1.2. طيب المثلث المستطيل، حتة المستطيل اللي هنا تبقى كام؟ هنا الحتة اللي هنا بكام؟ نشوف قيمتها بكام؟ ب 4 ب 5.37 5.37 القيمة بتاعتها اهي زي ما حسبناها في 4.8. يبقى انا جبت المثلث ده والمستطيل ده. طب ايه المستطيل الكبير ده اللي هو قيمته كام؟ هيبقى نص في طول 4.8. طب القيمة اللي هنا كام؟ هتبقى 65.32 ناقص القيمة اللي هنا اللي هي 5.37، القيمة كلها هتساوي كام؟ 173.6 كيلو نيوتن لكل متر طول.
طب مثال تالت، لو الفاي بصفر ويسويل فيها سي بس، ونبدأ نحسب. عايز التنشن كراك، وعايز البي اكتف قبل التنشن كراك ما يحصل وبعد التنشن كراك ما يحصل. طيب هنا السي بكام؟ 17. بس الفاي بكام؟ بصفر. طول ما الفاي بصفر يبقى الكي اكتف هتساوي الكي بس، هتساوي كام؟ واحد. طيب السيجما اكتف هتساوي كام؟ هتساوي كي اكتف في الجاما في الاتش، في الجاما في الاتش زائد ناقص 2 سي جذر الكي اكتف. طب هو بيحسب فوق عند زد بصفر فمفيش جاما في الاتش، فهتبقى القيمة عندي بكام؟ ناقص 2 سي جذر الكي اكتف، فالقيمة طلعت 100 ناقص 3 ناقص 3 4. طبعا عند 6 هتبقى كام؟ جاما في الاتش، جاما بكام؟ 15 و7 في الاتش بكام؟ 6. والكي اكتف بواحد، ناقص 2 سي جذر الكي اكتف اللي هي بي بناقص 3 ناقص 34، يبقى القيمة تساوي كام؟ 60 و 12. لو رسمناها هتطلع بالشكل ده. طب لو انت عايز تجيب الدبس اوف تنشن كراك هتجيبه ازاي؟ ممكن تجيبه ايه؟ بتشابه المثلثات. تقول ده على ده هيساوي مثلا ده اللي هو 2.17 على الطول ده اللي هو 3.83، يبقى 3.34 على 60.2 يساوي 2.17 على الطول ده اللي هو 3.83، أو تجيب القانون أسهل لك وأحسن. هتساوي كام؟ 2 سي على جذر على جاما في جذر الكي أكتف، هتساوي كام؟ 2 في 17 على 7.15 في 1 هتساوي 2.17%. آسف، أنا لما استخدمت هنا كان إيه؟ كان ده اللي أنا عايزه، ده اللي إيه؟ اللي أنا عايزه. فأقول ده لو فرضت إن ده إكس هيبقى إكس على إكس زائد 3.83 هتساوي 34 على 60.2، فتطلع منها قيمة الإكس. وأفضل لك وأسهل احسب بيه الطريقة دي اللي هي 2 سي على جاما في جذر الكي. طب قبل ما يحصل تنشن كراك، قبل ما يحصل إيه؟ تنشن كراك، كانت المحصلة بكام؟ هيبقى نص طول القاعدة اللي هو 60.2 في الارتفاع اللي هو ايه؟ 3.83 ناقص، طب الناقص اهو 34، نص طول القاعدة اللي هو نص 34 في 2.17 هتساوي كام؟ 78. طيب لو انا شلت حتة التنشن كراك من هنا، لو انا ايه؟ شلت حتة التنشن كراك، ايه اللي هيحصل؟ هقول ان الحتة دهيت هتساوي كام؟ نص في 60.2 في 3.83، معناها ان هو بيقول لك احسبها لي قبل ما التنشن كراك يحصل. الحتة دي كانت لسه شغالة معاك اهو، بس مدي لك اهو بالماينس، والحتة بيقول لك بعد ما التنشن كراك حصل. يعني بيقول لك يعني احسبها لي مرة زي ما يرسم عندك كده، واحسبها لي مرة بعد ما تلغي التنشن كراك ده من عندك في الحسابات. وقلنا نلغيه ونبدأ الصفر بتاعنا من ايه؟ من هنا كده. قلنا ان في ناس بتبدأ الصفر من هنا وتبدأ تحسب، بس الأصح ان انا احط الصفر هنا وارسم للآخر واحسب ايه؟ الاكتف ايرث بريشر. نظرية كولوم، الاختلاف بين رانكين وكولوم ان كولوم بيعتبر بياخد في اعتباره ان في فريكشن بين السويل والحيطه، في عنده دلتا، الدلتا ده هو الفريكشن، بياخده من نص الى 2 على 3 في الفاي، يعني ممكن اخده نص الفاي او 2 على 3 في الفاي، في ناس بياخده 3 على 4، يعني كلها قيم تقريبا. وعنده سطح الارض يبقى ايه؟ بيبقى عمودي عادي عندك بالشكل ده، بيبقى عنده ايه؟ شكل الارض مايل عادي كده. في اختلاف كمان، الاختلاف ده في وانا بحسب الكي اكتف والكي باسف القانون بيختلف. قانون ايه؟ الكومبوننت اللي جوه القانون، في ساين وفي كوزاين وفي بتاع، اللي ايه الحاجات اللي عند البيتا؟ ايه البيتا دي؟ البيتا دي شايفين الحيطه دي زاويه الميل بتاعت ليه نهايه الحيطه اللي هنا، اللي هو ليه شايفين في ميل هنا في الحيطه بتاع ده. طب لو الحيطه راسيه تبقى البيتا بكام؟ ب90. الفاي ده الفريكشن انجل،
اللي هي الفاي بتاعتنا العادية. طب الدلتا، الدلتا ديت اللي هي 2 على 3 فاي أو نص فاي، اللي هو الأنجل أوف وول فريكشن. طيب إيه الأي؟ الأي ديت اللي كنا مسمينها قبل كده في القانون التاني كانت ألفا، اللي هي زاوية ميل الأرض، زاوية ميل الإيه؟ سطح الأرض. في اختلاف بسيط كمان عند الرسم، وانا برسم انا كنت في فرانكن كنا بايه، لو لقيت حاجه مايله زي كده كنت بعمل عمودي وارسم الايرث بريشر بتاعي. احنا في كولوم العكس، او ما بيفرقش معاك كده، كولوم بيعمل ايه؟ بيجي عند كل طبقه ويجي عامل عمودي على الحيطه، ومن العمودي ده يعني عملنا عمودي على الحيطه ده، ومن العمودي ده بيقيس زاويه الدلتا ويبدا يرسم ايه الايرث بريشر زي ما نشوف في الامثله اللي جايه. لو بصينا على، شوف شوية أمثلة محمولة كده، مديني إيه هنا؟ مديني طبقتين ساند و ساند. إحنا حلينا حاجة زي كده في مثال قبل كده، في طبقتين هنحسب فين طيب؟ اللي أنا عايز أعرفه مع يعني أو أحدده معاك إن إحنا هنحسب الأماكن في البداية والنهاية عند تتابع الطبقات قبليها وبعديها. يبقى في 4 نقط إيه؟ أحسب. طب لو في سطح مية مثلا هنا كده، يبقى احسب برضو عند سطح المية. الكي اكتف 1 اللي هي بتاعت الطبقة اللي هنا، الفاي عوض عنها ب 33. طب الكي اكتف 2 عوض عنها ب 40. لو جينا نحسب القيمة اللي هنا، يبقى هنا يبقى في قيمة بصفر صح، وهنا في قيمة. بعد كده القيمة دي هتقل شوية عشان الفاي زادت، بعد كده هتزيد لحد ما توصل الحسابات. الايه ده اللي هي كنا بنكتب عليها الايه، البي كاب بي بي ايه اللي هي البي اكتف. فايه هنا المحصله اللي هي مساحه المثلثات اللي هي. يبقى القيم هتساوي كام؟ القيمه كده لو قلنا القيمه 0.98 دي جت منين؟ جت من 1.7 في 0.29 في الارتفاع بتاعك اللي هو 2 متر. طيب ال 0.71 دي جت منين؟ جت ان انا استخدم الكي اكتف الثانيه، هتبقى 0.21 في الجمل اللي هي 1.7 في الارتفاع اللي هو 2 متر، يدي لك 0.71. طب القيمة هنا جت منين؟ 1.5 جت من 2.21 في جاما اللي هي في 1.7 في 2 زائد 1.92 في 4، يبقى 1.7 في 2 زائد 1.92 في 4، وبعد كده تضربهم في 0.21 اللي هي الكي اكتف بتاعت الطبقة اللي تحت. لو عايزين نحسب مساحة المثلثات دي أسهل ما يمكن، زي ما احنا شايفين ده مثلث وده مثلث وده مستطيل. طيب لو هو عايز يجيب مكان المحصلة بتاعت الأشكال التلاتة دولت، نقول لو مستطيل لوحده أهو على التلت، هنا في نص المثلث، هنا في تلت المثلث ده. طب عايز أجيب مكان المحصلة بتاعت التلات قوى دولت، أجيبها إزاي؟ بحاجة كنا قلنا قبل كده، عزم المحصلة حول النقطة يساوي عزم جميع القوى حول نفس النقطة. لو فرضت إن المحصلة دي بتبعد واي عن هنا، فقول ار في واي هيساوي ايه؟ هيساوي الاي في المسافة ديت زائد الاي 2 في المسافة دهيت زائد الاي 3 في المسافة دهيت. تبقى هنا اي 1 في 2.67 زائد اي 1 في 1 زائد اي 3 في 0.67 تساوي الار في الواي. من هنا يطلع ان الواي بكام؟ 1.43. ده مثال تاني، بس الاختلاف هنا ايه؟ ان انا عندي سي فاي سويل، يعني عندي في سي وفي فاي، وعندي منسوب سطح المية. فانا احسب في البداية والنهاية واحسب عند سطح المية، لو في طبقة يبقى احسب قبلها وبعدها. هنحسب كي اكتف بتاعتنا عادي خالص، والاي اكتف بتاعتنا نعوض فوق قيمتها تطلع بكام؟ بناقص 1.34. ليه؟ لان انا هنا الاتش بصفر ومفيش سريتشر، فيفضل بس هو عند الترم ده هو من ايه؟ من القانون بس اللي ده موجود، هيطلع ب1.34. طب احسب القيمه هنا ازاي؟ تعويض مباشر في القانون هيطلعها لي بايه؟ ب1.9. طب اللي تحت احسبها ازاي؟ اللي هي 2.9 هتبقى كي اكتف بتاعت التربه اللي تحت اللي هي بكام؟ هي حظنا ان هي تربه واحده، بس المايه المنطقه اللي تحت اللي هي 0.45 في، وافتح قوس 1.8 اللي الحته اللي فوق في 4 زائد 1.8 في 3. لا انا هنا عندي منسوب ميه، فانا تحت الميه، فيبقى ايه؟
جوه ما سبمرجد اللي هي هتروح من ايه؟ جاما ووتر، انا شغلها بالطن على متر مكعب، فهطرح ايه؟ واحد. هتبقى ويت 8 في 3 ناقص 2 في السي اللي هي بواحد، جذر الكي اكتف اللي هي بوينت 4 5 تساوي 2 بوينت. لو عايز تجيب زد كراكنج، اما انت شابه مثلثات زي ما قلنا، زد نود على 4 ناقص الزد نود، يعني ده على ده هيساوي ايه؟ ده 1.3 على 1.9، وتطلعها من هنا او من القانون اللي هو 2 سي على جذر على جاما في جذر كي اكتف، عندها لك على طول 2 سي 2 في 1 على الجاما ب 1.8 في جذر الكي اكتف بجذر 0.45، تطلع معاك ب 1.6. مثال ثالث او رابع، هنا في طبقتين، فبنحسب في البدايه والنهايه، في طبق يبقى نحسب قبلها وبعدها. هنا الكي اكتف هنحسبها عادي خالص، هنا الكي الثانيه نحسبها ايه بالطريقه دي. فهنا عندي سي، سي سويل فقط، فسي سويل يبقى الكي اكتف دي بواحد، هنحسب عادي زي ما هو مكتوب قدامك كده بطريقه مبسطه جدا. الاي واحد هنا هتساوي كام؟ بكام؟ اتنين. ايه الاتنين ده؟ الاتنين ده اللي هو ايه؟ هو السيرتشارج، انا عندي سيرتشارج، فانا عندي الاي اللي هي السيجما، سيجما اكتف اللي هي الاي، هتساوي ايه؟ هتساوي قلنا الكي اكتف في الكيو اللي هو السيرتشارج، زائد القامة في الاتش في الكي اكتف، ناقص اتنين سي جذر الكي اكتف. فانا فوق هنا عندي ايه؟ عندي اتش، لما في الاتش بصفر، عندي كي عندي كيو عندي السيرتشارج باتنين، في الكي اكتف اللي هي بوينت 7، طب في سي في كوهيجن في التربه دهيت، لا مفيش كوهيجن، يبقى ايه؟ تطلع بوينت 5.4. نيجي هنا قبل في البدايه بكام؟ نحسبها البدايه هنا بكام؟ 2.7 في الجاما في الاتش، الاتش ب 5، الجاما 1.85، زائد الكيو في الكي اكتف هتساوي كام؟ هتساوي معانا 3. ايه 3؟ نفس الكلام، هو انا بحسب هنا بس اعوض بالايه؟ بالكي اكتف اللي هي بكام؟ اللي هي بتاعت التربه اللي هنا اللي هي بواحد، هتبقى واحد في 1.85 في 5 زائد واحد في 2 ناقص 2 سي 2 في السي بكام؟ ب 4، جذر الكي اكتف بكام؟ بواحد، 3.4، وهكذا في النقطة الأخيرة. لا تبقى الكي اكتف عندي بواحد، واضرب 1.85 في 5 زائد 1.9 في 3 زائد واحد في 2 ناقص 2 سي اللي هي 2 في 4، جذر الكي اكتف بواحد تساوي 8.95. الوحدة بتاعتنا كام؟ طن لكل متر مربع. المثال الأخير اللي معانا في الفيديو ده مثال على رانك على كولوم، احنا ما استخدمناش كولوم في الأمثلة السابقة. عرفت كولوم ازاي؟ عندي سطح الارض مايل و طب ما عادي مايل، ما انا كنت ممكن استخدم رانكن. طب وسطح الحيطه ممكن كنت استخدم رانكن؟ هنا كنت هتحير عليه ازاي؟ هرسم خط راسي، وهنا كنت هعمل ايه؟ استخدم اللي هو القانون اللي فيه كوزاين و ساين بتاع ليه الكي اكتف و الكي بس. بس هنا اللي خلاني استخدم وعرفت ان انا استخدم رانكن دلتا ريفراكشن بين الوول و السويل. فنحسب احنا عندنا كام سويل؟ عندنا 1 2، يبقى نحسب في البدايه والنهايه وقبل السويل وبعدين، البدايه والنهايه وقبل السويل وبعدين. الكي اكتف واحد بكام؟ بتاعت السويل اللي هنا نقعد في القانون عادي، ساين تربيع فاي زائد البيتا، القانون الطويل اللي احنا كتبناه، هنلاقي لك لما اعوض لك عادي تعويض عنه طبعا معانا بكام؟ بي بوينت 7.256. طب التربة التانية اللي اختلف؟ اختلفت قيمة الفاي ودلتا والبيتا ثابتة في الايه؟ البيتا اللي هي ايه؟ هي زاوية ميل الايه؟ الحيطة النار هنا كده. يبقى الكي اكتف واحد هتساوي بوينت 7.256، وكي اكتف اتنين هتساوي كام؟ بوينت 6.87. الاي اكتف واحد في البداية هنا بكام؟ صفر، لأن مفيش ستريت شارج ولا في كوهيجن في التربة الأولى. طيب
اتنين اللي هي هنا كده قبل الطبقة، نحسبها ازاي؟ عادي خالص، هتبقى الكيو زائد الجاما في الاتش في الكي اكتف، الكيو بصفر والجاما كام؟ بواحد بوينت ستة، والكي الاتش بتلاتة، الكي اكتف بوينت 7 2 5 6، يبقى عادي خالص 3.4825 4 8 2. نفس الكلام مع ال A داش 2، بس اللي يفرق ان انا استخدم كي اكتف 2 فيطلع معاك ب 3.3، اي اكتف 3 ان انا استخدم كي اكتف 2 فيطلع معاك ب 6.81. المهم في الموضوع ده انت وانت بترسم، وانا برسم ازاي؟ قلنا في الشرح ان انا في كولوم برسم خط عمودي على الحيطة، صح؟ واجي اقيس ادي الخط العمودي على الحيطة ده، الخط الخفيف ده، واقيس منه دلتا، وارسم الرسمة بتاعتي على الدلتا ده، اقيس اللي بدل ايه؟ اقيس عليه 6.8، قيستها على ايه؟ على الاتجاه بتاع الدلتا ده. نفس الكلام هنا، طب انا بحسب قبل وبعد، فاجي قبل هنا راسم عمودي، هو عمود واحد هنا كده، اخد منه دلتا بتاع الطبقة اللي فوق واجي راسم عليها، ادي 3.48، واجي اخد الدلتا التانية واجي راسم عليها طلع 3.3. انا دلوقتي حسبت كل حاجة. لو عايز احسب دلوقتي حصلت الشكل ده اي واحد، والشكل ده اي اتنين، والشكل ده اي تلاتة، عادي خالص، نص طول القاعدة في الارتفاع، ولو مستطيل زي اي اتنين كده بايه الطول في العرض، فنحسبهم ببساطة خالص. بس هنلاحظ حاجة، هنلاحظ ايه؟ ان هنا هو ضارب في ايه؟ في ساين بيتا، وهو بيحسب ليه الايهات دهيت. ليه ضرب في ساين بيتا؟ في ساين بيتا علشان ايه؟ حللها في الاتجاه ده، علشان ايه؟ يبقى هو هنا وهو بيضرب، هنلاحظ هنا كده، ده القانون بتاعنا عادي، بس القانون ده ايه؟ لو انا بحسب حاجة بالشكل ده كده افقية، لو انا بحسب حاجة ايه افقية، طب انا ما بحسبش افقية، ده انا بحسب اللي هي مايلة كده، فاحسبها ازاي؟ فنضرب في الساين بيتا، الساين بيتا، يبقى الحتة ديت محسوبة لو انا هحسب ايه حيطة كده وانا هحسب حاجة ايه افقية، طب انا مش هحسبها ده افقية، ده انا هحسب على المايل ده، فايه بضرب عليه المايل اللي هو ايه ساين بيتا. نفس الكلام. طيب في طريقة بقى تانية إن أنا أجيب محصلة، طريقة إيه؟ الجرافيكال، أتوقع كل قيمة، كل واحدة باتجاهها، الإي واحد أهيت، أجي راسمها طلعت معايا بكذا، وأرسم بعديها الإي اتنين، وأرسم الإي تلاتة، وأجي موصل من البداية للنهاية أجيب لي الآر إزاي؟ رسمت الإي واحد بي الزاوية بتاعتها الدلتا بتاعتها، بعد كده رسمت اي اتنين واي تلاتة بي الزاوية بتاعته. طب هي اي اتنين واي تلاتة هما نفس الزاوية، يعني اي اتنين واي تلاتة هما نفس الايه الدلتا، هما نفس الايه الدلتا، اي اتنين اللي هي هنا بالشكل ده ده المستطيل، المستطيل اللي هو هنا كده، واي تلاتة اللي هي الايه المثلث الصغير ده، هما الاتنين ليهم نفس الايه الدلتا اللي هي 17 17 17. اما الحته اللي فوق اللي هي اللي انا جبت المحصله بتاعتها اي واحد، دي كان الميل بتاعها ارسمها بميل دلتا اللي هي 12، فهنرسم عادي بسكيل ونوصل من البدايه للنهايه، يبقى هي دي ايه الار. طيب رسمت هنا بسكيل 1 سنتي بيمثل 2.5 طن لكل متر، تشوف لي مثلا دي كام 13، يبقى شوف 13 اتسم كام، يبقى تقول ايه إذا كان 1 سنتي بيمثل 2.5 سنتي، 2.5 طن لكل متر، طب 13.135 طن لكل متر هيتمثلوا كام سنتي، يبقى تقسم ده على 2.5 يدي لك إيه؟ تقسمها كام سنتي بالظبط. طب أنا جبت كده قيمة المحصلة طلعت معايا 7.1 سنتي، طب أنا عايز أخليها بالطن المتر، فهتضرب في السكيل بتاعك 2.5 هيطلع لك كام؟ 17.75 طن لكل متر طولي. طب بتميل بزاوية كام؟ بتميل بزاوية سيتا مع الأفقي، الزاوية ديت لو قستها بالمنقلة هتطلع بكام؟ ب49 درجة. المثال ده مثال كويس جدا وبيفهمنا حاجات كتير بطريقة كولوم.
اللي انا عايز اقوله في الطرق ديت، الطرق ديت انت مش بنشرح طرق القياس بنشرح عشان بعد كده تحل مانيوال او حاجه، لا احنا بنشرح علشان تبقى فاهم الكونسبت وانت بتحل برنامج. الرسمه دي يبقى هتطلع بالشكل ده، يبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ما تبقاش مستخدم، مجرد مستخدم لاي برنامج. طيب اي رتين جول عندنا بتبقى عباره عن حيطه، سواء كانت الحيطه دي بيرلين وول، شيت بايل، كانت بايل او ديفرام وول، وفي سبورت سواء كان سترات او كان، يعني دي رسمه ودي رسمه، سواء كان سترات او كان انكرز. وفي اختيار الحيطه دي بيعتمد على نوع التربه، في ميه ولا مفيش، انا احفر قد ايه، في مباني مجاوره فانا خايف انها تهبط فهستخدم نوع ريجيد شويه، هستخدم حاجه دايما بيرمننت ولا حاجه تمبرري، ده كله بيفرق معانا. طيب نتكلم عن الاسترات شوية. الاسترات ما نتكلم عنه عن معلومة بسيطة قوي، بس هنتكلم بقى في الديزاين بتاعه هو والانكور ساعة ما نستخدم برنامج الول اب ان شاء الله. طيب ايه اللي انا عايز اقوله؟ ان الديفورميشن بتاع اي حاجة بيعتمد على نوع السويل، على انا هحفر قد ايه، على العمالة نفسها، جودة التنفيذ، وهكذا. طبعا كل ما استخدم استرات بيقلل الديفليكشن، كل ما استخدم السترات بيقلل الديفليكشن عندي. بالنسبة لي الأنكر، الأنكرز اللي هي شكلها بالشكل ده كده، شفنا ده عبارة عن إيه؟ دي أسياخ أو واير، تمام، وده اللي هيد بتاعها اللي هو بيقفل عليه، والصمونة هنا هنشوف شكل التوضيح ليها. أدي الحيطة بتاعتنا، أدي الجزء الفري اللي هو مفيش جراوت، وأدي جزء الإيه الجراوت هنا، وأدي ده الإيه الحتة اللي أنا بربط بيها هنا، وأدي الإيه الصمغة بتاعتنا، وهي بنربطه بالشكل ده زي ما ايه اللي بين عندك، تمام. هنا كده في سويل ورانا هنا كده، شوف بس ايه بنلاحظ جزء الفريلانس اللي هو الجزء اللي مفيش جراوند، الفيكسد لينس اللي هو ليه الجزء اللي فيه جراوند. الانكور نفسه ممكن نصممه بطريقتين، هنقولهم دلوقتي، ان هو ممكن اصممه فري ايرث سبورت او فيكسد ايرث سبورت. بس قبل ما نتكلم هنصمم ايه الفرق بين الطريقتين دول، ايه هو تأثير الانكر؟ لو الحيطة دي كانت ليفر بدون سبورت او لو كانت انكر، ايه الفرق؟ الفرق ان انا لما احط انكر هيقلل الديفليكشن وهيقلل البنتريشن ديبس اللي هو العمق المدفون من الحيطة هنا، وهيقلل بدوره البندنج مومنت. طريقة تصميم الانكر، الحاجة اللي فيها انكر، في حاجة فري اير سبورت وفي فيكسد اير سبورت. الفري اير سبورت بتبقى ترسم بالشكل، المود بيبقى بالشكل ده، بتلاقي ايه المومنت هنا كده ايه ملفش تاني قافل بصفر. اما الفيكس اير سبورت فكأن الحتة دي كلها عاملة ايه فيكسيشن، ده في مومنت. طب ايه الفرق؟ كفهم يعني الفرق، ايه الفرق هنا؟ الفرق لو انا نفس السويل مصممها فري ونفس السويل مصممها فيكسد، مينلي الفيكسد بينفع للتربة القوية اوي بحيث تعمل لك فيكسيشن اللي هي الفاي بتاعتها اكبر من 32. الفري ممكن ينفع في اي سويل، تصمم اي سويل كان نافع. لو انا مصمم الشيت بايل ده مثلا او الدايفرام وول اللي هو انكورد ده اللي هو معمول بانكور، مصممه فري او اللي مصممه فيكس، ايه اللي هيفرق في البنتريشن ديبس؟ البنتريشن ديبس هيبقى اقل لو انا صممته فري، بينما هيبقى اكبر لو انا صممته فيكس. طيب القطاع نفسه، سمك الخرسانة نفسه أو القطاع الستيل نفسه هيكبر ولا هيصغر؟ هيبقى كبير في حالة لو أنا استخدمتها فري، بس هيبقى قطاع صغير لو أنا استخدمتها إيه فيكسد. يبقى الفيكسد هيدي لي قطاع صغير بس هحتاج إن أنا أعمل بنتريشن ديبس أكبر، أما لو أنا مصممها فري هيديني قطاع أكبر بس هستخدم بنتريشن ديبس أقل، تمام؟ اي اسئله ان شاء الله نرحب بيها على المتواصلين مع بعض ان شاء الله، واي اسئله ان شاء الله ببقى سعيد بيها، وبشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.